ثم بان الفرق فوق يا اخويانا احمد وكل الطيب محتسينه ما علانا من بعض ما علانا احتموها المواقف الرزينة صيدنا وجيوبنا بحمال حالنا صاملوا خالد وعادل عادلين هم بعض الناس قال الموت جانا لا يهون اللي مواقف الثمينة مخلد اللي في طلبنا ما توانا يجعلها الراس تنطي بسنين خل عنك اللي على الساقا وضانا وكلكم خلوا حبان صحه اسرتكم سلموا 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 على اخوياكم يا مرحبا وحشتونا صار عندنا مشكله يا جماعه في السودان زبطوا الوضع ودفعنا غرامه الصيد حنا للاك ما شيء مغرمون بيدينا اعضاء الرحله الجميلين الخفيفين اللطيفين يا مرحبا ابو بندر وابو نادر اعطوني مرياتكم عن الرحله باختصار وش مرينا اي غير دربنا شوي شوي الله يقدرنا على الفعل الطيب وانتم تستاهلون يزينها الرجال اللي مثلكم شروان يزين بالك ويرحم والديك ويغنيك ويسعدك دنيا واخره نبنا الجامل الكبير والصغير انت كبرك فعلي مناك يا خال الله يبيض وجهك ويرحم شيبانك والله بعد معدالك حفراوي وابو سعود حياكم الله يا هلا والله وسهلا يا ابو غازي ان شاء الله انكم استانستوا في الرحله هذه والله استانسنا وانبسطنا والله يبيض وجهك وعلمك خانم ولا قصرت الله يسعدكم ويحييك يا ابو غازي يبيض وجهك ويجمل حالك صراحه من اجمل الرحلات اللي طلعتها ونبها كل سنه ونغيرها ما هو على السودان كل سنه نبقى نردها لدوله ثانيه للمغرب ولا مصر وكل لازم نجرب المقانيص في جميع الادوار زين يا ابو غازي طلعت الطرقه ويانا ما شاء الله تبارك الرحمن يصمدون وكل واحد يزود في الثاني بطيء والعلم الطيب انا بالنسبه لي من اجمل الرحلات اللي مرت علي